السلام عليكم الناس، كثير لاباس عليكم، صحه لاباس، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبكم في قناتي وقناتكم نايمي فلوغ. اليوم ان شاء الله على بركه الله كما كتلاحظوا غادي نشارك معكم واحد البيتزا صراحه كتجي واعره واعره بزاف، كنتمنيكم في رمضان ان شاء الله غتكون تولي معتمده عندكم في رمضان ان شاء الله باذن الله. غادي تتبع معايا المقادير، راه سهله والمقادير يعني متواجده في كل بيت. اول حاجه كنحتاجوها هنايا بالنسبه للدقيق، الدقيق يعني الفرص، دقيق الفرص باش خدمت هنايا، تقدروا تزيدوا مع شويه ديال الفينو، تقدروا ديروا غير هو بوحدو. كنضيفوا له شويه ديال الزعتر على حسب الكميه اللي بغيتوا نتوما ديال الدقيق. انا عندي هنا جوج سلايف ديال الدقيق وضفت ليهم هنايا الزعتر، كيعطي واحد الطعم زوين. الزعتر حكيته بين يدي، وخميره فوريه، خميره فوريه جوج معالق صغار كما كتلاحظوا، راه معالق صغار. نضيفوا الملح، الملح على حسب الذوق، تقدروا تقللو، تقدروا ديروا القياس ديالكم، وقبيصه ديال السكر سنيده اللي بغى يضيفها يضيفها، اللي ما بغاش يستغنى عليها. عندي نصف كاس ديال الزيت، زيت الزيتون، زيت الزيتون راه كيعطي واحد الطراوة وتجي طرية. هنا غادي نخلط هاد الخليط ديالي حتى يتهجم لي واحد شوية. كإضافة البنات عندكم حليب بودغة تقدروا ديرو، داك نيدو تقدروا ديرو معلقة، و إلا ما عندكمش كتستغناو عليه. انا متواجد عندي حاليا درت معلقه، وهنايا قبيصه ديال سكر سنيده ضفتها. بغيتو تخلطوا بالحليب خلطوا، بغيتو ديروا غير الماء ديروا غير الماء. غادي نضيف انا واحد المعلقه كبيره ديال النيدو كما كتلاحظوا ما عمرش مزيان. انا كنديرها يعني بلا نيدو، دابا راه كما قلت لكم كان عندي شويه درت معلقه، وهنا كنخلط بالماء عادي. عندي واحد نصف كاس ديال الحليب ما غاديش نضيعو، عندي معايا غادي نضيفو حتى هو بلا ما نخليه يطيح. كيما قلت لكم هادي كنخدمها انا، كنديرها غير بالماء كتطلع زوينه، وكندير منها ميني بيتزا كتجي واعره، كتجي زوينه صراحه. الله ميني بيتزا درت هذا في الكونجيلاتور صراحه زوينه، كتجبدوها كتعمرها يعني ما كتستغرقش، ما كتستغرقش الوقت في الفرن. انا هنايا غادي نغطيها يعني بلاستيك وشي كتانه ونخليها حتى تخمر ليا مزيان، ونعاود نلمها شويه. تقريبا انا خليتها واحد جوج سوايع هكاك. بعد ما اختمرت معايا كما كتلاحظوا هنايا غادي نزيد نجمعها شي شويه على ما نوجد الحشوه. هنا
خديت هذا القرع هذا اللي كتلاحظوا تقدر ديرو تقدر ما ديروش. الحشوه كتبقى اختياريه دائما. انا غادي نشحرها شويه في السويته مع شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال الملح فقط. وغادي نشحر كذلك هذه الفلفله غير شويه فقط حتى هي غادي نشحرها شويه. كذلك عندي الكفته اللي غادي نشحر حتى هي نشحرها شويه الملح وشويه البزار وشويه الزعتر. كتجي رائعه وزوينه بزاف. هنايا خديت هاد الطاوة هادي غادي ندير فيها نص طرو ديال الحليب. غادي نخدم معكم بيشاميل كيجي رائع رائع بزاف كيجي زوين. بالنسبه لديروه في البيتزا او لي كراتان ديالكم. وغادي نضيف البيضه على الحليب بارد. غادي نضيف جوج معالق ديال الدقيق. غادي نحرك مزيان الخليط ديالي حتى كينسجم الدقيق مع الحليب والبيض. بالنسبه للبيض درت بيضه واحده فقط وخليته فوق النار كما غادي تلاحظوا بعد قليل. خليته فوق النار حتى يكتف معايا الخليط. وهنايا في هذه المرحله هذه كنوجد هذا الفرماج احمر. غادي نحكو ونخليه على جنب حتى نوجد داك الخليط ديال البيشاميل. هذا هو الخليط ديالي كيولي على هذا الشكل هذا. هذه الكثافه هذه كما كتلاحظوا هانتوما باقي خفيف شويه ما خليتوش حتى يتقال تيتقال حيت انا باغيته يبقى خفيف. وهنا غادي نضيف له واحد القطعه ديال الزبده تقريبا معيقه كبيره ديال الزبده. هذا البيشاميل هذا البنات راه كيجي زوين بزاف كيجي رائع في البيتزات. انا غادي نخلط هذا الخليط حتى كيذوب لي ديك الزبده في هذه الحراره هذه. غادي نضيف كذلك شويه ديال قبيصه ديال الملح وقبيصه ديال البصل. غادي نضيف هذه الكميه ديال الفرماج كما كتلاحظوا كيجي صراحه الله هذا الفرماج زوين. غادي يجي بحال الموتزاريلا في هذا البيشاميل هذا. هنايا ضفت قبيصه ديال البزار. شويه ديال الملح. ويلا عندكم فرماج مثلث تقدروا تضيفوه لهاد البيشاميل حتى هو كيعطيه مذاق زوين. هانتوما غادي تشوفوا هاد البيشاميل هذا شوفوا كيف كيتجبد بداك الفرماج بحال الموتزاريلا كيجي فوق البيتزا. هانتوما صراحه واحد التجبيده اللي كتشهي صراحه فوق البيتزا. هنايا خديت هاد البيتزا هادي هاد العجينه ديال البيتزا اللي حضرت معكم سرحتها مزيان رقيقه وتقبلتها بالفرشيط. وغادي ندخلها للفرن على ما تنشف ليا غير من العجينه غتولي يعني غير تشمع وصافي. وغادي نعمرها معكم.
من بعد ما وجدت معكم هاد البيتزا هادي وشمعتها شويه في الفرن، غادي ندير لها الصلصه ديال الطماطم. صلصه الطماطم يعني راني وجدتها، انا ديجا كنت موجده في الكونجيلاتور، عفوا ماشي في الكونجيلاتور، درتها غير في الثلاجه لتحت، يعني درت قراعي وسدت عليهم مزيان عقمتهم. انا غادي نوريها لكم هنايا، هذه هي الصلصه اللي وجدت كما كتلاحظوا، درت لها داك من الفوق زيت الزيتون، ودابا غادي نخلطها غير مع شويه ديال الزعتر، شويه ديال زيت الزيتون هكا، وشويه الملح، وغادي ندهن بها البيتزا ديالي. وجدت معايا البيتزا ما استرقتش يعني الوقت بزاف، وجات رائعه، جات زوينه بزاف ولذيذه، روعه روعه بزاف، جربوها اكيد ما غاديش تندموا ليها صراحه، كتجي واعره. غير عطيوها الوقت للبيتزا ديالكم، عطيوها الوقت باش تقمر لكم، صراحه الله كتجي زوينه زوينه بزاف. وغادي نضيف لها هنايا رشيشه ديال الفرماج احمر، وغادي نخليه يذوب وغادي نرجع معكم. هذه هي البيتزا ديالي، ويلا عجبتكم اكيد ما تبخلوش عليا بلي لايك، وما تبخلوش عليا باشتراكات ديالكم، ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم نعيمه فلوغ. ويلا عجبتكم هذه البيتزا اكيد اكيد ديروا لي لايكات لايكات وتعاليق، وكنتمنى ان شاء الله انتم تجربوها باذن الله، وبصحتكم وراحتكم، ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله.
الدقيق.